حاجه كنرحب بك ونرحب بالجمهور الكريم والمتتبعين ديال قناه انفاس او لا جريده انفاس. هذا شرف لي كبير. معكم اول حاجه عبد الرحيم الملقب اسامه في الشخصيه اللي كانت لعبتها مع في لاسيري ديال كبور الحبيب. كان باساج زوين اللي يمكن خديت فيه واحد التجربه في ميدان ديال التلفازه. الوغ انا بالاساس كندير مسرح. انا اصلا منتمي محترف البحث المسرحي والموسيقي اللي تابع الكليه ديال الاداب والعلوم الانسانيه في عين الشق. يمكن كانت عندي تجربه تقريبا لاكثر من 8 ديال السنوات. تعلمنا فيها مسرح، تعلمنا الاباجديات ديال المسرح، ومن ثم شاركنا ايضا يعني بواحد العمل اللي هو سميتو قاع الخابيه. المفروض غادي يكون العرض ديالو ان شاء الله غدا في المركب الثقافي ديال سيدي معروف. كنرحبوا بالجمهور كامل. هذا العرض هذا درنا به واحد الجوله، شاركنا في مهرجانات منها مهرجان دولي ديال طنجه، ونتمنوا هذا رمضان هذا يدخل عليكم بجميع انواع الفن اللي تكون راقيه وتنال الاعجاب ديال الشعب المغربي عامه. لوبورتونيتي ديما ما كتكون قريب المجال ديال المسرح كيكونوا عندك هذه الامكانيات هذو انك تقترح في شي دور من الادوار. تقترحت في الدور، مشيت تقريبا كان عندي تقريبا شي واحد لا جورني قبل غير استئناس بالاجواء ديال البلاطو. من بعد دخلنا في تجربه مع السي حسن. السي حسن غني عن التعريف يعني بالجديه ديالو في العمل، بالصرامه ديالو في العمل. الجو ديال البلاطو زوين، شي حاجه اللي كتعطيك واحد التجربه اللي نورمالمون كتغني اي واحد يلاه بدا في هذا المجال هذا. ونتمنى نكونوا كنا واحد ضيف خفيف على القلب ديال المغاربه كامل. تيراهتي تجربه زوينه، هي لا كونتينيتي ديال العام اللي فات. يمكن حاول فيها السي حسن انه يديفلوبي ذاك لو بيرسوناج ديال كبور. يمكن كنا كنشوفوا غير المقاليف ديال كبور اكثر مما كنشوفوا الجانب ديال الحب ديالو، ودار لي ديك القولبه ديالو خلاها فيما اطار ديال المقاليف الكوميديا، وعكس معها حتى الحب ديالو لديك الشخصيه ديال فاتحه. ويمكن توفق الى حد ما، واخا يكون ضروري اي عمل ناجح راه تيكونوا عندو الناس اللي تيعجبهم وتيكونوا عندو الناس اللي ما تيعجبهمش العمل. السلسله ديال الكبور او الحبيب احنا ما نقدرش نعرفوا واش غادي تكون ولا ما غاديش تكون. يمكن علاش لا، الا كان شي اتفاق مع السي حسن نشوفوا لا ديفلوبيو مثلا كاع، علاش لا ديفلوبيو هاد ليدي ديال اسامه ولا البيرسوناج دوسامه. فيكو الا جينا نحقوا في البيرسوناج ديال اسامه قريب بزاف لواحد الشريحه كبيره اللي كتقرا في لافاك ويمكن كتكون بعيده على الاهل ديالها. نحاولوا مام نجبدوا يعني لي ديتاي ديال هاد الشخصيه، علاش لا، نتمنوها. هذه رساله السي حسن. بمناسبة شهر رمضان كنبغي نبارك للشعب المغربي هذا الشهر الكريم عند الله عز وجل، ونتمناو يدخل علينا بالإيمان ونحاولوا نستغلوه، حيت إلا جيتوا تشوفوا راه اليوم ولا غدا غادي نكملوا 20 يوم من هذا الشهر هذا. نتمناو هذه العشر الأواخر دوز خير من الثلثين الأولين، وعواشركم مبروكة مسبقة.